بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مدرسة الإسراء الخاصة، برنامج التعليم عن بعد، الصف الثاني عشر، عام بنين وبنات، إعداد الدكتور عمر الخطيب. ترحب بكم. إن شاء الله النهاردة نواتج التعلم اللي احنا المفروض نتعلمها: واحد، أن يعرف الطالب معنى الإحداثيات القطبية. اثنين، أن يستطيع الطالب التمثيل البياني للإحداثيات القطبية. لو بصينا في الشريحة اللي قدامنا هنلاقي عندي على الجهة اليمنى نظام الإحداثيات الكارتيزية، وعلى الجهة اليسرى نظام الإحداثيات القطبية. نظام الإحداثيات الكارتيزية بيعتمد على المحورين اللي هم احنا عارفينهم، المحور X والمحور Y، حيث أن النقطة B هي عبارة عن نقطتي X و Y. أما نظام الإحداثيات القطبية اللي هو الجهة اليسار، ففي عندي نقطة صفر بعتبرها هنا نقطة القطب، ثم المحور القطبي، ومن المحور القطبي ببدأ أخد عندي اللي هي نقطة B لتمثل الـ R والثيتا، حيث الثيتا هي الزاوية، زاوية الانفراد من الضلع اللي هو المحور القطبي إلى المحور النهائي، فتسمى R وثيتا، حيث R هو طولها، طولها قد يكون باثنين بثلاثة بخمسة زي ما يكون، والثيتا هي الزاوية بتاعتي، قد تكون 30، قد تكون باي على 6 زي ما تكون. أنا ببدأ بمثلها بنفس الشكل المقابل زي ما هنشوف دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بناخد اخر حاجه، بناخد عندي الواجب المنزلي، وهو من كتاب المدرسه: مثل كل نقطه على شبكه قطبيه. يبقى انا برسم شبكه قطبيه اذا كانت بالزوايا بعمل صفر ثم 30 60 90 الى اخره، واذا كانت بالباي بتبقى صفر باي على 6 باي على 3 باي على 2، وبكمل وببدا ارسم عليها اول حاجه النقطه الاولى R ثم B ثم C ثم F، وان شاء الله هنسيبها واجب منزلي، والحصة اللي جاية بإذن الله تعالى هنبدأ اول حاجة في حلها، وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. الرحمن الرحيم. اعزائي الطلاب، هنبدأ النهاردة في حل مسألتين من الواجب من الدرس السابق. درس المثال الاولاني اللي هو R يفتح قوس 220 درجة. هنبدأ الأول نرسم الدايرة، نحط عليها البيانات اللي هي 0 30 60 90 وهكذا، ثم هنبدأ أول حاجة ب بتقيس الزاوية بتاعت اللي هي 120 درجة، ثم بناخد قطعة طولها 2 سم تقريبا، تبقى دي النقطة القطبية R تساوي 2 و120. السؤال الثاني هو ب تساوي سالب 3 وسالب 60. دي أنا متفقين، واحد نرسم الدايرة بتاعتي، اثنين بنبدأ نحط عليها الأرقام اللي هي 0 30 60 90، لكن هنا هنلاحظ إن الزاوية في الاتجاه السالب، يبقى هبدأ الأول في الاتجاه السالب وهو اتجاه دوران عقارب الساعة، وأرسم الزاوية سالب 60، ثم باخد قطعة مستقيمة تقريبا طولها 3 سم، أما السالب 3 فأنا بعكسها في الاتجاه الإيه؟ الآخر كما هو في الشكل. ونترك لك المسألتين التانيين لسيادتك للتقويم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، لإيجاد المسافة بين نقطتين عندي مفهوم أساسي. لو أنا بصيت على الشبكة اللي قدامي اللي هي الشبكة القطبية، هلاقي عندي نقطتين هي نقطة B1 ونقطة B2، حيث أن B1 إحداثيها هو R1 وثيتا 1، وB2 إحداثيها R2 وثيتا 2 كما بالرسم. وتكون المسافة بين النقطتين B1 وB2 هي عبارة عن الجذر التربيعي لR1 تربيع زائد R2 تربيع ناقص 2R1 R2 وزين الفرق بينهما ثيتا 2 ناقص ثيتا 1. وهنا نلاحظ حاجة مهمة جدا، إن في ناس تقول هي لازم ثيتا 2 ناقص ثيتا 1، ولو أنا همد ثيتا 1 ناقص ثيتا 2 إيه المشكلة؟ مفيش أي مشكلة خالص، لأن لو خدت بالك هتلاقي إن الكوزين بتبلع الإشارة،
يعني لو طلعت الإشارة بالسالب مثلا ناتج سالب 30 هي الناتج موجب 30، لأن الكوزاين كده كده بتبلع الإشارة. وبنستخدم الحاجات دي في الحاجات الملاحية وفي المسافات ما بين الطيارات لأخذ منطقة الأمان. فلو عندي على سبيل المثال في طيارتين طالعين، واحدة إحداثيها R1 θ1 والتانية إحداثيها R2 θ2، فعشان يكون في منطقة أمان ما بينهم لابد أن تكون المسافة لا تقل عن مسافة مقدارها كذا، وبالتالي بتحسب المسافة على الرادار بتاعي عشان يطلع لي المسافة الآمنة ما بين الطيارتين أو ما بين السفينتين. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف عندي هنا سؤال توضيحي لإيجاد المسافة ما بين نقطتين في الفراغ، يعني في الجو يعني. فأنا عندي المثال الأولاني بيقول لي R بتساوي 3 والزاوية 60 درجة، R بتساوي 5 والزاوية 90 درجة، حيث أن R1 هي 3 R2 هي 5 والزاوية 1 60 و 2 90. قلنا ما فيش فرق بقى ما بين 1 و 2، ما فيش مشكلة بالنسبة لي خالص. طيب هنطبق القانون. ايوه نطبق القانون اللي هو ايه، فاكرينه؟ فاكرين القانون R1 R2 يساوي البذر التربيعي R1 تربيع زائد R2 تربيع ناقص 2 كوزاين 1 ناقص 2 زائد. ونبدأ بنطبق القانون عندي وبنطلع الناتج اللي هو 3 تربيع زائد 5 تربيع زائد كوزين 30 60 ناقص 90 أو 90 ناقص 60، ما عنديش مشكلة، وبطلع الناتج كما في المثال السابق. طيب نبص في المثال رقم 2، حيث أن هنا الزاوية اللي R بـ3 والزاوية بباي والR بـ4 والزاوية بـ2 باي على 3. شو يعني ممكن احول الباي ل 180 وال 2 باي على 3 احولها الى 120، اظن ان الباي بتساوي 180 درجه، ما عنديش اي مشكله خالص. برضه طبق نفس القانون R1 R2 وعباره عن الجذر التربيعي ل 3 تربيع زائد 4 تربيع زائد كوزين 60، وبطلع الناتج اللي هو 5.4 كما بالرسم. وقلنا الناتج طبعا بيطلع على حسب المسافة بالمتر أو بالسنتي أو بالميل، زي ما تطلع دي مش مشكلة عادي. شكرا. مع أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح، تحيات مدرسة الإسراء الخاصة أستاذ عمر الخطيب معلم الصف 12 عام ومتقدم، مع جزيل الشكر والاحترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.